الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل وبغل فرطني السقالات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. حبابي هاي ما يندب للمحرم وحلوص يا أم الله يري قفك محرم كحاجقة يا غير قف محرم أهين با قتلوا دلكيس وحيابا يا أما أنت شريع عضو يقوب باقذ قفك حج صوحي لي وقفك لبا إني الدلان ومن الدواب حيوان كنولة في الحل حرم كبحيسية والحرم حرم قده سبا. حدثنا هارون سعيد الليلي وأحمد عيسى قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري أخبرني مخرم بكير ابن عبد الله الأشجع عن أبيه بكير بن عبد الله قال سمعت عبيد الله بن مقسم القرشي بن مقلي يقول له سمعت القاسم بن محمد التيمي يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى زوج النبي نبي حاسكي سيد بن مقلي وتقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع أفر كلهن دمانت فاسق ومدحت قدبان. أربع من الدواب وهي أفر كمذا حيوان كنول التكوبا كلهن دمانتوت فاسق وامد حد قدبو كبحا حدود حيوان كلو يقان يو كحد قدبدت كبني آدم كأما آدمها يقتل والدليا في الحل والحرم. حل حرم أفر توالقو دليا مد كوباد الحداءة حنقروفت أمسو القوي باشا لو يقان بقليا حنقروف نواليا فرقويس نوال لي هذا قولي أنا سول قويس بيد هذا و وهو لبضان طيب عشان حمشد هو أجا أما قلاير كوين أما مدة كوين أجا تفتو عرض يركا هيلب كقد تفتي وحي قدام بهيلب مودة فرع تلك قويس الحدة بقل يو إيو حنقرف وال لي هذا يو والغراب تكوه تكاه سنوا للدلة هي والفارة شيرك أما الدول لقى يا والكلب أيجا على عقور بغنقويس كي هذا عنكاه أيجا هذا عنكاه. قالوا حي لنكها عبيد الله ابن مقسم القرشي فقلت للقاسم حانكوري أفرأيت الحية أبي صدق كور وحط شقتي بقلي إيه تكي إيه تشير إيه أي دع عنات شقتي بل أبي سك ورا ما مس كورا. قالوا حي تقتل ولا دلا يأيدنا بصغر لها مع ذل لها صغر لها مع إهانة وذل لها وي بمذلة سحن بلود لبان لون حريصا مايو حتى يعد الجزية تعيد ومصاغر ثم قرن إيسان أيضا لحرمين أولون من الدين أولون أبيرين بأن الدلو وي كوا أيضا بكسي الدرم تقتل والدلة بصغر لها مع صغر بمذلة وي معها بلود لون حريصا مايو. حديث عائشة يشغ قبل الله بابك للاستدلال لحم متابعنا وشيء دونا كدي من حديث من عمر بكشاهد وكين دونا سديد متابعنا وشيء دونا متابعاتك مرك حديثك عائشة هذا من طريق قاسم محمد ولي إدو طايا قاسم محمد بن بكر الصديق وهي التيمي وعن عمتي كورنا يوم المؤمنين كدي من مكان ضمن الروايات كم بين حديث فقه جسد تلمام إن شاء الله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي عن شعب بن الحجاج وحدثنا المثنى محمد المثنى العنزي وابن بشار بن دار قال حدثنا محمد جعفر غندر مركا لبدا مدادي يا أبو بكر باسكم متابعين في غندر يحوك لقال إن غندر بننا وإنه حده حدثنا محمد جعفر حدثنا شعب بن الحجاج أبو بسطام الواسطي قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد المسيب المخزومي عن عائشة رضي الله تعالى عنها متابعتي مركا لبدا واتنا وطريق سعيد المسيب عن عائشة وحان الزهر ريسي طريق القاسم محمد عن عائشة أنه قال خمس نبي يقولون إلى خمس فواسق شو حاويك واحد كتبه أو بأن يقتل والدليا في الحل والحرم بنان كحرم كي يقديه سبوا الودليا الحية أبي صدى يمسك يوالغراب وحي صلاة دحل الودلي شري والودلي حاجك دحدي سنة الحية أبي صدى يوالغراب تكها الأبقع بعد كلي أما عط غراب الأبقع وحال يومتك البقع في اللغة وحوى اختلاف اللورين البقع في اللغة
اختلاف اللونين لبن مذبو اسوي دارسون كلا دوما بقع على هذا تكو وحلو يقان إنه وذا مذوي هلو يقان هدي قار كي يشفق وعداده أما أمريك عادي شو أنت كان لو مذوي هاي كاسة أبقى على ومتك وشق الحموي تكياش كأو خير درن ويوسي درين والغراب الأبقع تكها بعد كلا أما عدين كلا يو الفارة جير ك يو الكلب العقور أيجا دطعون كا كل صبع يعقر ولا كلب العقور دقا جوحي وحنا أما الدلاء أدمها والراسية الشبال ك يوحي لها المملكة ييدا وكل وهال والي هذا حتى اللي بحى صوقله والحدية هي فرجوزت أما بقى اليدا أما حنقرف حتى رضام باش صلا ما قرني وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليم بن داود العتكي حدثنا حماد وهو من زيد بن درهم البصري حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى ومطابعة دي صدحات أما الله بعد قال له إذن وحيت لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق شان وحاوي كوحد قدبة أو كوحد قدبة آدمها ويرو خرر وإن ليس كعليه يعلس كيدا أباهن يقتلنا في الحرم والقدر أما حلقة معلوم وي العقرب هذا وحين مرينا أفر بالقصوة باللابي رواية الضنب وحي قدرتي أفرت محي قدرت الحي قدرت شان بين نقدين شان أي نقدين رواية الضنب مركة هشام بن عروة عن أبي عروة زبير وحي قدرتي العقرب ونوران أين كجرين محي نقدين مرك لح العقرب دي بقلوعة أما هنقر الله هران نقول يا هذا طيب يو الفارة تجيرك يو الحدية حنقرفت أما فرقويستا يو الغراب تكاه يو الكلب العقور يأيق ضطعنك وحدثناه أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن زويد بهذا الإسناد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا معمر ابن راشد وعروة اليماني عن الزهري محمد مسلم بن شاب الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم شان وحوي أما شان حد قدبته خمس فواسق هي خمس فواسق أنت وي مركة ويكل الدوانتهي ومرنا والسكو إضافيني مرنا هذا وحاوي إضافة لأنوي خمس فواسق يقتل في الحرم والقد لي الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور رواية أنت مرة مرحبا جمع سي شنكا مضا ومركا وحكتك أبي السادة أمام مسكي وحدثنا وحكوا لحديثك عور بن زمن نووري عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني صاحب المسنف والتفسير أخبرنا معمر وعروة اليماني بن راشد عن الزهري عن بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله شنوى للدلي وأنك صوم رسيغة الأمر هذه بصيغة خبر كسو أرورته أنها آكدوا وأوكدوا من الأمر الصريح في الأصول هذيك خبر أهان الله شيخه ويح أمر لوجي ذي خبر أهان الله شيخه إنه كحب بنيها أو كعلوسي هاي مرك أمر قيحان لغو أمره معنيه سيدها ولقيس وتغتصو أمرك وقيحان بلغوش شيخه أمر رسول الله رسول كلا يوحو أمري صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق شن حد قد بتهور رأه دل كذو مدى أمر في الحل برنانك حرم كيوية والحرم قدها بلغود له ثم ذكر عبد الرزاق وحو شيخه اللي عبد الرزاق بن متابعة رواية يزيد بن الزهري عن معمر بيأهيد عن الزهري هنا هو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ثم ذكر عبد الرزاق وحوشي بمثل حديث يزيد بن الزهري على البصري أبو شيقة وحكوري عن معمر وحب موسى قدرين وي وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال لبدا إمام وحيدة هذين أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرني يونس يعني من زيد الأين عن شاب الزوري عن عروة حديثك عروة آد ورغس أسوع العلي متابعاتك سنة بديي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب شنكا مذا حيوان كالنول عدودة كلهن أما الدقاقة كلها دمانت فواسق ومدحة قدبته آدمها أسوق محبية إلن هررته
تقتل في الحرم بالجود لها يا شنتاس الغراب تكوها دي أمد بيرت دي بدر كذي يدر كذي يهنتي ده بو بابي تكو وادي بدن يهاي سما ما يدار تكو بن باسة شو ده بكو أمد تكو هاي مسكين يريه من مدو بعد كذي أوك مدو قدام بس كأله وكأوجو خير درن قراء أبقى علم بديا الغراب عند الشافعي تكو أفر قيبوت صدح بعد ذلك قول يمنا وحاله يغنى غراب الزرع إلا دل مبنان وأوغار سيشن برت الله عنو لمدي هاي ومد كان يريري أفك قد قدون من جماها قد قدون إنه هاويد باشان دي جروعك شمرتي سالة جيري نريد فرنج جيرتي سوغرن ميسان داد جيني ونرميقا باقرن راي شمر مد مدو تكا ير أدمود أفكان قدون من جماها قد قدون تاسا غراب الزرع إلا إلا هذا وتكا نوع يا شر ما يهوي من ربع شر ذو كده وانت شر ذو جيله فرطاي سوسمة انت وان رام شعيزو انت وان كرونا تقتل في الحرم الغراب تكهي والحداءة باشا بقليد الليل هذا والكلب بعلم المدو تكو باشرتو هلك تشوكتا مركة هلك وبيقى أجار كسلة تشوكو هذا اتماعدات شرتو سو هوي لما ديشر يا ها ما يدك رؤو متين أنا أنت هذا كله عمي والحداءة هي باشا بقلي ذا هي والكلب العقور هي أي قدت عنك هي والعقرب هنجر الله هي والفأرة تجيرك حديثك عائشة مركود لما هي متابعات كيس أيوب مخراتي وجد بيو حديث من عمرة وحدثني زهير بن حرب ومن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال الزهري وحول أسوق في روايتي زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي يلا بشيخ بأسكول راني حدثنا سفيان بولي أسوق مدهين ابن عيينة مدهين وذاتك مقعيسي أبيه بقو عدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام لا جناح دم بمصر شن خمس شن لا جناح دم بمصر على من قتلهن روح الدردوش دم بماء آهن في الحرم حرم قدس وجر حق مكان يوال إحرام وحالة الإحرام مكان هي حالبة هذا مكان حرم جوكتيو هذا ضوء محرم تهاي وضع حالة إحرام كجر تبوا اسكم مدو ولا الدلي وشن تنبع الله الفارة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور التسوي و تشيركا ويدو واتي النبي يقولوا فويسق ويبا قونا أشيغي عقرب كنا وكيلي لسلاة بها اللي قد دلو قد هيدا والغراب تكون وامدك أبقى عيسي خير كدراوي والحداءة التاسل لفك أمدكو هاي سعروت هلو يديو والكلب العقور وذا ده سلاة أسوى كان لها أي قطع عنك وحقوا هاي أنا هلو يدي مركوا بالله دي بموحان ودنوا دبايوي دباي دتكو دباوي طيب إن الإمام أبو الحسن الدارقطني حديث كان عبد الله بن عمر وحكوش عيل الكيس مجدد كشيء طبنات لباطني تضبي إلى لباطني ستيت بكجاه لعيل الكيس طرق ديس أو أردد كوري سي حديث كزهري واسكون ما نضافيو نمنا واسطة الشيجين وحي الشيجين واسطة الشيجين حديث كسالم كوش عيل زهري عن سالم عن عبد الله نمنا واجويان واسطة مرك إن الله سوق واسطة مسلم مريئة أيانا صح أه. وقال ابن عمر العدني في روايته لابد الشيخ اسكس والله ريب والربائن وكالسار الفاظ ودي وقال ابن عمر محمد بن عمر ابن محمد بن يحيى بن عمر عن صاحب المسند وكتاب الإيمان مطبوع التقانات وحول في روايته في الحرم والإحرام في الحرم والإحرام ماشي إنك روكيني في الحرم والإحرام حرم مركوى جمع حرم في الحرم في المواضع الحرم ما لها حرم ماذا له يولي حرام حالة الإحرام حرم إن هذا اللي حرم والله والله آخرية مرك حرم اللي جادنا مرك إني جمع طيبة لو بدن المواضع بعد اسك قدرا في أرض الحرم وفي حالة الإحرام شواهدي ولودا شواهد بلو وضع مرك حديث حديث كاسي هوري ابن عيينة انت نكب حين وحو كدار قدني كشيغي مسلم وتلمام دونا ان أصغي النبي اللورد حيو واسدد واسغي النبي اللورد حيو وحديث كاني ننك اللي دا عبد الله ابن عمر نبي كموسى مقاله هي
ولاشي حفص كم مقلي أما عائشة كم مقلي أما هو يمكن مسلمين تمسك ملا أشيك تي أنت أسمرك مسلمين تلمام الدونا وحون يجد هذا دار قدني إن عبد الله بن عمر عن رسول الله اللي يجده وحاور رواية سبيان عينا لتفرديب ويجد هذا لكن مسلم حد مدينه كد الدنيا سيدنا نقطه مراسل الصحابه وحوى حجه باجماع اهل الحديث قليها كلي سوريين متكلمين وركود اعتبار ما لها فنق فنق ما هذا ليس بعشك فدرجي ويسكسعو مركي وحبل ويدين مهيو لكن وحاي كل بيرتها انت بضان مركز عبد الله النبي حديث كقاضان عن بويد هذا عن النبي ما أرانا يسمعت رواية سمعت تري إنسا محفوظاهم بيقولها الحديث كأبدايه وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا من وهب عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيدي عن شاب الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة حفصة وحيد تري زوج النبي نبي حاز كساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق شن كم إذا دقاقة رمان تضوى حد قدب ومد حد قدبوه يوم اعتدى وهرر لا حرج دم ماءهن ومصر على من قتلهن روحي جله مر أمر ليس أمري يسيغة الإخبار والغشي يهدو لأنفيي حرج كي دم بغاض القاضي كل يد حاويون إن شرعه وكوية رها بعلها دلكو مركا نو ترجمه سوا وناتي باب ما يندبو للمحرم. طيب إذن ما يندب حويل مرك وجوبك إذا ودادا كنت جاي مرة بطنه ديلك ذم واجبة مسوا شيء بنان مسوا سنة لسقهاية شنتن إلا ديل مواجبة مسوا سنة مسوا مباح ولا يدوى بنان تاي لا جناحي لا حرج كده جين نمان كده واسنة أمره كده جين وحدة أمر كحون نقضاء مطلق الطلب والنقضاء ومنه الاستحباب والندب وكم بذا نمام ميل بقود رفتي ظاهرية جماعة من أهل العلم خلف وسلف أن وجوب بي مريان بس إذا وحى الله مقع عابي روح محرم كاوحي لقى حرم اللو بني إن اللي قد له ماشي حرمضة هيدا مكان كايدي ينحلق روح مسلم كان محرم كو دوسن جون يوسن جوغن بحرمه انتو بل اي بنانت إن لدلو إلا محرم مرة مر حرم كو يمكو جوغا مرة وكبحسية حالة الإحرام نوادي كرتا مكان كحرمة هلا واتكد لي كرتال ليلي هوش ضم يري وجوب هلا يري هذا خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب هنجر الله يا والغراب تكها يا والحداء تبقى اليد ام حجرفت ام فرجيست والفاره تشيرك يا والكلب العقور. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عفوا زهير معاويه حدثنا زيد بن جبير أن رجلا باسال بن عمر نمبا ابن عمر ويديه فقال في سؤاله وحجري ما يقتل المحرم من الدواب قفك محرم كي حج صوحد أم عمر صوحد محو كدي لكرا دقاق فقال وحجري أخبرتني إحدى نسوة رسول الله وحي إيشيكتي هوينك النبي مضوط أنه أمر إن أمد فري أو أمر أما صبرها الأصغر الله فري أن يقتل عفوا أن تقتل إن لدلو الفارة أما أن يقتل إن الدلو أنت ما هو أي حركة أن يقتل أمر نبي حال فرا أن يقتل هي أمر أن تقتل أنت با الفارة الفارة تندو حركين كل باب فعل كواحد قد يكتب حرنت أما قد أما كردو هي والعقرب هنقر الله هي والحداء باشاس حنقرفت والكلب العقور أما والكلب العقور هي إيجا ضدعنك هي والغراب تكها. وحدثنا شيبان بن فروخ الحبضي قال حدثنا أبو عوانة توضح بن عبد الله ليشكري حدث عفوا عن زيد بن جبير الطائل الجشمي وزيد بن جبير بن حرمل رواية هرم أنه دكسو مرين قال وحول زيد بن جبير سأل رجل بن عمر ابن عمر بانوي دي ما يقتل رجل من الدواب وهو محرم روح محرم كا محو حيوانات ككدلي كرا قال حدثتني وحيش اكتبه إحدى نسوة النبي نبي حاسس كسيم الدود وحي إيش أنه كان يأمر نبي إنه فرج الأمديزة
بقتل الكلب العقوري أي قدر عن كائن لدليل بقنا جيسك يو الفارج شيرك يو العقرب من قر الله يو الحدية باشا بقل يضا يو الغراب تكها يو الحية أبيستا أبيستا عفنا ومسكا رواية زيد بن جبير سيدا محفوظ كوحاوي إن لقاريو قليا كلا عديي عدة سائلك يو عدة وحكور نهيبا إن إبهام لقدك والمقلي سنة رواية هوري سائل بن عبد الله واركي سونو حفصة إيش اكتب سويري وهو إنك نبي محمد هو عديو حفص كدقي أما رواية زيد بن جبير الطائل الجشمي عن ابن عمر وإبهاميه وملدهاي هو نيدا وكقات حديثك شاسة محفوظة رواية كالصهدارة من رواية زيد بن جبير وعضيني سهو نيدا وغير محفوظ عند أهل الحديث قال وحي لمركة ابن عمر والنبي وكتب يي أما قبرها مسلمة وكتب يهو يدين وفي الصلاة أيضا انت صلاة والقد الهيا انت صلاة الشيء صلاة والقد الهيا وعمر الجري هذا يكون قبطين لها القادي قولي وحيدا ما يوحيون نقول إيسا سادة والقد لها يا كأضم بيو حيضة مسك هي أبرسك يا أبي الزد وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب رسول قال يوحي لي أنا أمغ لكم أردهن خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلنا جناح شن كم بدا حيواناتك دلكود قفك محرمك وحكسر المجر الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور كلب العقور مركة وحاول لسكوها ياما يحمل على العرف اللغوي ومزة على العرف والوحن بار يا مزة وحالون نقون يا ما يطلق لغة لغة بالله الله بني عرف وحاول كلب عقور كا ايجا وهو هل يتقانان بعرف اللغة يقانا ايجا أما لغة حيوان كستو أقارش صدا أمي عليه وأمضى مركي هنددان إسكدعية أموير راه واللي بيحو كمديا وشبالكو كمديا هرمعت كمدياي وحاصرن أييدو كمدتها يبا كلب الليل هذا وكي حديث كيف سير عانك كوا مركي نينك عتيبة عتيبة ابن أبي لهب عتبة الله شيخ ابن أبي لهب عتبة سيدا راجح وإسلام أسو حطوه اسمه من الصحابة اسكي إلى ليه النجا حتى أفكون أقدر على غيره منين كان النبي هو هباري قال لي ماذا كنت أنتي مركو الشام أصف رباه القوي عني عتيبة الليل هذا ابن أبي الله أما عتبة ابن أبي الله تدك قارك وإن بدل عرق كل فتان أصو إنه الصح إسلامي با راجح من الصحابة وياي مركو النبي نفتوه كان وكن النبي يقول اللهم صلد عليه كلبا من كلابك صفر لك يا شام بحيب الراعي هبين نمر صفك الدقي لباحن باصوف دول فريست أصي كل جيبوا بكسة إنتو رسول رح قاعد يبي كل جل بحي ما دحوك لتجبي القاص وكل إنتي فصلى الله عليه كلبا من كلاب وهو الأسد الأسد مرك الكلب يطلق لغة على الأسد والفهد والنمر ورنبا ليدادا حيوان كاد دواق وتقانا ورنبا ليدادا أما عرفا إيه قالوا يقانا مرك إيه ولا الدليل ما هي هاد إذا هذا استعارضان ويكلمه احتماش اللغة حنبارو عرف إيو اللغة كيل هرب مرين سيد اللغة بدن يعاون هرب مريو عرفي قا مركي أيو دل دلي مهاي وحل دلي يا إيجا أون أي ذا كسر نحب حاية ضط عن كأكاس أم بل دلي وهذه سيد الله يجادو هدي لا باش الله بلاريانا وحوي كل جود بل دلي واللي باح إيو هرم عد كإيو شبال كي وحاس ييد إيو وير كم مصيبة إيو وحاس نم بالك لا طوراي وحدثنا هارون ابن عبد الله بن موسى الحمام حدثنا محمد بكر البرساني الأزدي حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحول قلت لنافع وحانكوري ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب وحانكوري ابن جريج هذا شيخ نافع وحانكوري ابن عمر ماذا سمعت محاط مقشي ابن عمر كم مقشي يحل صغب بنيني للحرام قفك محرك وبنيني قتله ذلك من الدواب حيوانك دقاق النولة فقال لحيوه نافع قال عبد الله سمعت النبي يقول سمعت النبي يقول رواية انضمن نافع مركز سمعت النبي داسي والسكوها يستاء وانا وراء ادين سومري
صدرت ابو جدال كي مسلم مسلم حلوية قال رواية النافع انه هرمريو هذه حديث ابن عمر بلغا ورنها يو ان سالم يا نافع ان ان لو دغين بل اسوغا اذا رواية النافع جدال بو كيناي ما هي لم خدال او جيي وركا النبي ان كم مغلي يا الله اسكو هيستا او وحا صحه وحا اي شيغتي هين حديثك هوينك النبي محمد مدود او لو بدن اني تاي حفص ام عائش سمعت مكوى تصرف الرواة يمرك أيضا تصرف الرواة يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن شن حكم هذا حيوان كلا جناح كمجره أما مصر على من قتلهن الروح الدله في قتلهن بسبب قتلهن دلك أود دلي دم بكسو قاري ماي دبك لين دم بكاجي ما دام مويت مالك لدم بكاسو قاري مويت الغراب تكها أبقى عوياه ده إيه والحدات روايات كمطلقات تيم وقيد الله وحم بار محيل واسكو حكم واسكو سوا والحد حداءة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح محمد بن رمح بن مهاجر عن الليث بن سعد وحدثنا شيبان ابن فروخ الحبط حدثنا جرير يعني ابن حازم جرير بن عبد الحميد نذقى تديدين هاي الأزدي جميعا رقص لبدا الليث بن سعد جرير عن نافع وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي حا وحدثنا نمير محمد حدثنا أبي أبينا عبد الله نمير الهمداني جميعا عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عفوا حدثنا حماد حدثنا أيوب ابن أبي تميت سختيان حماد نواء ابن زيد حدثنا المثنى أبو موسى البصري قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان معها كل هؤلاء الجماعة ما يقنوا وذاته ليث بن سعد إيو نافع ياكل علي بن مسر إيو عبيد الله العمري إيو أيوب وهي مسودات ولحشو ليث إيه نافع إيه عبيد الله إيه علي بن مسر إيه أيوب إيه حمد سعيد ولح أخبرنا إيه حمد سعيد كل هؤلاء ولدها لحدة بمانطود عن نافع بيكا قادان أيان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حديث مالك وكرين وريين وابن جريج ولم يقل مؤرن أحد منهم من الخمس مثلا شنو يقولون أنا لحكا لقيت رقى شنطة أما اللحظة أميت كميدا موصن أورينين عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي مرهن إلا ابن جريج إلا ابن جريج وحدهم سمعت المسلمين عضينا الرواية سمعت إن وركيره وصن عضي إلا أنك سويلي سمعت النبي وحوها رواية ابن جريج قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب وإذن كهذا صوم مري مسلم ركو حكولي يا هاي رواد حديثك كقات النافع عن ابن عمر نيري سمعت النبي في الرواية عن ابن عمر مجره في رواية عن نافع عن عمر وان كاهين ابن جريجيو نجد كل جيم باسي ذا يري وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق علم ابن جريج نوحوشا وحاكو راعي إن ابن عمر أويدا سمعت النبي أويدا هذا ابن إسحاق باكو راعي ابن إسحاق وحجة في المغازي والسير وغير حجة في أحاديث الأحكام إذا خالف هذا خلاصة ترجمة واسدة هذا في باب المغازي والسير لجوغ وحجة طوبع أو لم يطابع هذه لكن في أحاديث الأحكام لجوغ أو رق أو وافق وخير هذه لكن أو خلافه ملقيبا قلي وقد تابع ابن جريج وحديثه كل راعي على ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رواية سنواتنا مركة وحال وران كراوي رواية الجماعة هي المحفوظة عند نينك اللي يدا هذا عند مسلم وأنا سيدة دار قدني غير كبير الرجحي وحدثني وحاق وحدك إيتبي فضل ابن سهل ابن إبراهيم الأعرج حدثنا يزن هارون الواسطي أخبرنا محمد بن إسحاق
عن إسحاقنا مركا مسلم حجيستي في المطاعات بكوكينا عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم العمري عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم شني دم بكمجر دل كودها دي وحدي اللي قد لحرم قديس فذكر وحوشي بمثل حديث ابن جريج بوشي وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر بن ياسر السعدي قال يحيى بن يحيى وحور أصو في رواية أخبرنا وحكى لما بيجد هذا وأنك إمضان صوم الرأي وقال الآخرون وذهك ليحيى بن أيوب يقتيبة بن حجر وحيد هذه حدثنا إسماعيل بن جعفر من أبي كثير الزرقي الأنصاري عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أنه سمع عبد الله بن عمر وحور رب مركين ومتابعي عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار وكينو رواية النافع محفوظة أهيدة ودادوس كل راعين حجين يسو دي ديسا ابن عمر إنه لو سمعت النبي إن رسول الله إنه كان يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام شننك دلاسوه حج كتشره فلا جناح عليه دوش زدن بمصر فيهن في قتلهن العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى لفظ يحيى بن يحيى اسكلا ان شيغي ما لها وذاته كدنبيه يحيى بن ايوب يقتيبه بن حجر ما لها الفاد ابو كلا ساريه حديث كان مركا حديث عائشه وقصوا بالله للاعتماد والاستدلال حديث ابن عمر هي حفصنه وهو كان للاستشهاد متابعات كي طرق دي بآد أبدي وانا أحاديث باب وقلت من أحاديث أغسط وغن وهي صحيحين كي صوت ساران لبن مسألون ممارك ميشا كجرتو مسألة كي بادي وحاوي وحال اسكو من دافي والو اسكو هيا ما الفاد ايال راعيا مسمعنها ايال اعتبارنا ايا هل الأصل ما وحاوي اتباع الألفاظ أم مراعاة المعنى تانا وحي الله بنا يسام مفهوم عدد بماشا لغو شيغي خمس أربع خمس من الدواب ترى الله الشيغي شانتا وحا أنكا هين أما اللحظة أنكا هين أما تضبط النبي الشيغي أنكا هين لبكي بها الله شانتا أجيستان أسونا أجيستا ما الذي ليا مثل ما الذي ليوبا يودا دوسكو هيا قوليها أهل القياس كأو سيدة مسلمين تيوبدا يهينا قائسين تا وحيليين هنا وحال اعتبارنا يا المعنى الأصل هنا ومحي ومراعاة المعنى أي العلة شنطان محلو دي لها يا وحلو دي لبكو ضيين مؤدياته فواسق بالنبي قو يدي فاسق بو يدي إذن وحي الله معنى أيها لبكو ضو كلاسا أما كدب بضان نبي شنطان وحو أشيغي إنه وحكو مثاليه ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لباحي اي لباح باق دران هرم عدي الشبيل ايو هي ايو بقاليو اما 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 توكي ايو قاد دران مركا ودا وحي ليه شانتا وحاوي مثال من اسوقات وحي الدولية وحدبا وحاصلوا توكي ايو حنق فرقوشتا فرقوش وحي حمارتي وحدبانا وحاصلوا العقرب والحية وحي أفرقادي معي وحكود ليه اللباحي وحي لها البانا وحاصلوا الكلب العقور وحي قوارض لو يقان وحي ما وحفره قوارض بالليد هذا وحاصلوا تشيركا ما ينصر انت ابو وياتي انت وي وحا صيدا اي زوالي وحا صيدا لواسع با ليدا سوامن وا ليدا وحي سنت له وح صيدا وا معي ابيسد يا مسكو نبي شيغي يعني حيواناتك وحدب وا انت وح دوله وحمارته وح دلوليه وح فره اي سو قبت وح بقن هادك غويو مني وح كدلو لباح يا وليزي ايغا وح سن له ددك صيدا ما نبي وكتري يا
وحوح الدفة يعني الشنطان أمين اللي إحنا نبي وحوش يعني أصول ويهين وحيابا وحقبا إما أيها إن كل قد لغسه كوبيو دلك مرك الأصل هنا ومراعاة المعنى كل ما وجد فيه الفسق والأذى حكم كاسو قاضنيا نبي ونحوش يعني شنطان للتنبيه والتمثيل ومشيين لقصر الحكم عليهن وهذا الكاسمري وقائس انت الكاسمري ظاهري وحيلينا الاصل هنا وامحي واتباع الالفاظ شارع اصغر كافسي حب النبي اصغر افصح الخلق انصح الخلق واعلم الخلق شنطا وحي ام غيبا جيره حيوانات كاكالي مرمر ام بالسكو دعاه شنطا لكن وغالب إني آدمها دبان لحذاني وغالب إني آدمها ديهان أو دباتيان ساسا الله شيغي وحي كلمرك النادرة أسوق ميشو كومي جردين لباح مسو قلي ييدو مسو قلي سو لمدي لي نينك الدلانة ليك بو بحنا يا فيديو وانين سيد دليب اللحومي شنطان وحالوكيني ومن الطوافين والطوافات عليكم باللبابيهين ووحدت كديها وبنات وانت بدا اسكو خطلمان اسكو اسكو ريمادان لا لا كلمو ديبانا توكا كلا دمان ما جيرنا ريكو كترسن ياي اينا اردو بتاغن ياي بقلي يضفو كما بدحبد مغالده يريركي حافظ حروتي فراي بركا دغيس كوان وا غالب وا وح بدار وانت بدا اذا هسو جلنا بالكون نينك اللي بح ليداده مرمر ولا اسكو دحو هكيرينا يي يا إسار كار ينو مي يدور تجيب إسكو فش فعشر ما ضدنا مسوا دو حوله يوحون بعرسته هالكاسين لما قليه وحلقو بشيء والكلب العقور والنادر بالي أي ضلعنا والنادر نبر واشقي ضلنا شنطان كلي أفرتان وحاب ضن هذا ما هنا الدهان ويدك دباتيان ساس حكم كله وجوني لا ضده لا يدين معلقي يدي والكلب العقور والنادر حكم كنا والسيه تامرك وحي كينيسا نبي انه مغعاب شيء وغالب يا دبكيسو حق يمدو سن غالب هاين دبكيسو اي وحي كينيسا ان اعتباريو معنيه غودا اها دبيتانك يا اذيه من هلكاس الى مري شافعي ضيو مناد كويبا بلاديين قرب وقادين هذا انساس من باب التنقيح المناط بنصمينا مناط وحوي حيوان كستا او نعفي ان لهين دبانا دلكي سنه ان لا اسكريبين بالا دلكرا اي والله كاس لما رينبا الا ده اللي مرنا والله خزمرنا ولعم تنقيح من باب التنقيح هل كان النبي وحكو شيغي دهن حي اسو قاداي حيوان كان ديفت لوغوما قنديش حيوان كان مركا ان ديفنا لهي ديلكي سنه لا اسك ريبن حقنا يدعي كرت مركا قاركود ولو نادن وحديبه او دنبا بنان شنت لما ديلك هل يدي يهودو كميد ها اي سورتك ايو دو دوليد اي كميد هاين اي كميد هاي شنيدو اي كميد هاي قرانجدو كو ايغو لما تابن كرو كو وقاعد عالي نعرف جاينا لما تابن كرو مع زواري وحن ديلك سن لا اسك ريبن وقاعد نعرف لنا انا هين ها انو واحد دمان لا يابا ولو نادرا وحاصل ان ديلك سو بناي داي وي بلاديين شافعيده واحد لميدا اما اوغو هريي تنقيح عقاب او سمي ما نن ارق اسكو اوغادا روايتكم مركا هذا وحال الشيء مكل أورميقين وليح بين نقطين وحي هذا مكل سوسو دار شن أفر بكسب باللابطين شن بين نقطين كدبنا ليح بين قاعدين وحال قد دار ياه وكالي إن أي منات كوي هاي حيوان كدباقة حديث كي أبي سعيد السنة بدأ لكم مرتين باو الدليلة وها يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقور السبع العادي قفكم محرمك وحودي ليا ورابها هرر كأيو أيق بقنا جيسك بوادي لي كرا
حديث كاس بحاكو جرى ضعف بحاكو جرى سنة كيسو يزيد من أبي زياد إلا إذا كجرى الهاشم وضعيفة. لكن ترمذي في جمع وحيري والعمل على هذا عندها العلم قالوا يقتل المحرم السبع العادية فصارت سبعا تضوي نقطي تضوي الله الشيء بحاكو درتا لحد الله الشيء بحاكو درتا من ربا دقاق أسونا هرركا. رواية كل مخزمية غير كيو صحيح وعيش يكتي ذئب جيدة إن للدلي ما غير نغذين سدين. إذن هوش ويكب حالي حسريجي حلو جداو وحكو فانتان بالله أصدي باقي أدياد أمد كوها يحلي حرم بوالو قد الهي سيدا بركود بالصلاة دا كده اللي قد الهي معانا هاسا مركا صحا وحاسوها راي حيوان كان لصوشي إيشان تا هذا علو دباته تهي إيه أذيت إيه دبت آدم الله دبو إيو نف إيه مال بأي تهي حيوان كان تضبع ده أما سيدير ده كودي يريرا محل قسمي مسخ يرك هذا بشيء يعني وح كود يلي كريترين تير كم ملاي كي هذا صوت حي بقلي هذا إيه تكها بول كلاسارين دوري كرينا يجي وح لطروب بعن إيه ما حد قصة مين إنسان قوة ما حلو قصة مين هذا يو هذا لين وحوق ديم مهيا قوة وين حلو دليس قوة وين حلو دليس إنه يذكر دي بيان كوه حمد دي بهاي إذن بحث أصول أويو معموم كلفت على لقب سن مسمعناها لاعتبار أوي فلسفة جامعة قاسية قد هي هو سود دقة حالي غراب الله شيء مي الله كلا قاب عموم كلفت على لقب سطان سو سولينا وها شام مرة با مرة بينا ظهرتان زيد دراويشت وحال ربينا تلاذان ميشان وحال الشيغي عموم باكوتشرة عموم لفظة كوتشرة الغراب من دون تفصيل الحداءة من دون لمكة لقادي تشيرك لمكة لقادي كيس يريو كيس وين بوال الدين لك لقادي ماهي اعتبارا للحال وعموم كاللفظة يعني كده قلنه أو اعتبارا للمآل ومعنها هنا اقناع ولو حد يحال ايجا هي فسق بالله في رنيه مرض هذا اي فاسقين هين انت يريدين لمد الكرم مرك ان قتل ما نظام فسق يحل وارزان تد كان دبات اي غار مرك ان بال الله ادمه مرك قان غار بلد له مغان غارو وهنا قادا لا تابتا انت يريها لما لا يو حد لغو وفيو ايو والله مد محيكو قان قاران بالفسق بيكو قان قارا يا او إلي اي ذاتك الدبان ويحلي وحكو بكران تمكن اي هلال ما لم يتمكن من الفسق لا يقتلنا نما هالكاسي استغى ورادو فيع ورادو فيع عموي لكن وحصحة عم كلف ذيقاه لان عم كلف ذيقاه تقلم اقوله الا بمعنى اقوى منه حرمة الفاظة مركا ديمانيس تانا مركا ويجرتا مركا مفهوم كميشة كجري وحون نقضي مفهوم عدد اون لاعتبارني للمعاني مفهوم العدد في الأصول ما معتبر بمسا معتبر ماءها ومسألة خلافية ولدنا واعتباريان ولدنا معتباريان لكن وحان مرن لهين مركا قرائن يدلك لاتمادو مفهوم العدد إلا قدتك هايو تامرا ملا إذن أشياء دي لحدة هيد في باب الربا نبقى حكو عليي أول ربعين لغة قياس قاتو وحيا بها كلام بين لمت هاي لحبان شيء أما تضبان شيء وحي لا معنا باب كجلية وحي جلي سمرك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى باب كان إنك رجع وقف عنك هاللي فان نصوصة قاب كله تعدي أم حكانت اللغة رمبله لغة صرفنا وحوقف عن غزالي كتاب أساس القياس آخرية كتاب شنقر لحقر طبنقر هالقو رسالة يرو أذقين بدنوي أصولي رسالة كنا عفي بدنا ميزن قرين مركز ربطينا تفانتون نصوصة
شنقر لحقر شنو حفظك النقو لأنه حقوس وبحاية قابك النصوص تلو لغة لبحو أحكام تلو غفر عمي وحياباك أنا خلافك محيسكوها يعني أهل القياس أهل الظواهر جمودك معاك أنا شارع حكمة ساقوم مقنس ورسالة يرى نافعة نتك كسو الدجستة ننك هاي سيدو ورقيانا ها آخر يو رسالة قيمة بدنوي معنوه مركم حنا بقول سداو يالي آدمه وحاول حكمة كجرت محيطة وحاول آدمه أدون كان رسالة لك يعني وحلوكني لو سخيري أدون كإنو إلهي كعابده كانت تليو عمرو خليفنا كان رقضه نواقستا يدبياش نولش سخطرت جلينيا إن لقى قبطال الربا نيش دونا لقى قبان أصوغ محرمة أصوغ محرمة هين أصوغ حرم جوغ أصوغ حل جوغ وحاصو دنبوا نعمة الله نعمه علي على المكلفين والبشر والإنسان وي ما هين يقى عضد الله والله الله إن هي أحد كحير مبضان وكقيم مبضان ووحو بضان مضعو هيا دل إيو الدين بقوها إيه خطر كويه وارسك قبانا إياه جيدها بك قدح لواد قويسان زوما كنعفن لواد ديسان هوشون واسدا حيوان كي آدمها إيه مكلف قيمها بنا كيس خرب ماء حماده قالوا بالدين ككوري مادة ما شاء الله قادها إياه لأنه حكب حي وضد الله وطلق لي حيوان كي وضد الله وطلق كبحانا وحاوي واردبا dib kiisii dheeftii dib kisaab badan ummad in laga qabto way farti dheeratay waa lagoynaya gacantay huluhu galay ee tabarloow way waa lagoynaya wixii si suba dad iyo dunyada far dheeratay noqdo sharciyada koor yimaada amarka rabbiga ku adkaada lahayn waayo xalbuulee geedaha la xalin xayawaanadka la xalin aadamaha la xalin wax lama taabto oo shuma هذا وحلا طابني أذوا بيرت جيد المقر كرتين واحد كسي إسقاط بحفرة كقاب جيد يدد يدني واسكم نوال بهاد بترامو قروا الوداع قفر دا قفر طافوي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حكمة وين باكو جرتا باب جواز حلق الرأس المحرم إذا كان به أذن ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها بل كان كتشه والله سبحانه وتعالى أعلم باب كلون باب كحلوس ويلا مصاري كرام في الهيئة